تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الثلاثاء الجميل. ويوم الثلاثاء أنا يوم أحبه لأنه هادي، بالعادة يكون بعيد عن زحمة الأحد وعن رفشة الخميس. حتى تلاقون في الدوام دائما يوم الثلاثاء يكون يوم هادي، صح؟ ما في وايد شي شغل، ما في وايد مشاكل، يكون يوم جميل. فصباح عليكم الخير من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة. هالبرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. البداية نرحب بالطاقم الموجود معاي في الإخراج عيسى سبيل، صباحك ورد يا عيسى. في التنسيق أم خليفة ميرا الغفلي، صباحك ورد. وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملا، بكون معكم إن شاء الله اليوم. زميلي محمود موجود في منتدى دبي الصحي 2019 في مركز دبي التجاري العالمي، إن شاء الله بننتقل بعد الفاصل عشان يعطينا لقاءات مع بعض الضيوف المتميزين، أخبار، بعض الجلسات الموجودة. أنا تمني ترى من المنتدى ما شاء الله في ضيوف رائعين جدا في هذا المنتدى، محاور ومواضيع تطرح ممكن لأول مرة في منتدى صحي. في الحين حاليا في جلسة عن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، ففي مواضيع ثقيلة ما شاء الله في المنتدى. فاللي الحين ما سجل تفضلوا مركز دبي التجاري العالمي، سجلوا وروحوا لهذا المنتدى. في بداية الحلقة أذكركم أولا بأرقام التواصل، لأن مثل ما دائما نقول هذا البرنامج هو برنامجكم، يعني ممكن إحنا نقعد نقرقر هنا مدة ساعة كاملة لكن رح يكون البرنامج ممل. مداخلاتكم، أسئلتكم، ملاحظاتكم، اقتراحاتكم، رسائل شكر عندكم، كل هذا هو اللي يثري البرنامج. فنذكركم أرقام التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. تواصلوا معنا على مدى ساعة إن شاء الله على الهواء. عندكم موضوع طبي حابين نتناقش فيه، عندكم مشكلة واجهتكم يمكن في إحدى المراكز الخدمة التابعة لهيئة الصحة بدبي، عندكم اقتراح تحسون ممكن يساعد في تحسين الخدمة، أي شيء عندكم تواصلوا فيه معنا. مثل ما تعودوا دائما نذكر في بداية الحلقة دراسة اليوم أنا اخترتها لسبب. وايد توصلني أسئلة كطبيبة أسرة لما أكون في العيادة أو حتى على حساباتي في وسائل التواصل عن الصداع. الصداع احتمال هو أكثر الأعراض شيوعا، وحسب دراسة للجمعية الأمريكية لطب الأسرة هو يعتبر ضمن أكثر 20 عرض أو مرض يصيب الشك من الناس، ويمثل 16% من حالات زيارات للطوارئ أو لعيادات الخارجية. فتخيلوا ايش كثر صداع منتشر، وأتوقع أنه ما في حد منا خلال أسبوع ما يلا صداع مرة أو مرتين، وتختلف حدتها وتختلف تكرارها ويختلف المدة اللي تم فيها نوبات الصداع بين شخص إلى آخر. بس أظن الكثير منا ما يختلف أن صداع النصفي هو الأكثر شيوعا، يمكن الناس تعودت على مصطلح الصداع النصفي، بالتالي كل ما حد العيادة يقولك أنا عندي صداع نصفي. طبعا في أنواع مختلفة جدا من الصداع، ولكن الناس تعرف الصداع النصفي أنه صداع يكون القوي اللي يصيب نص الوي، يكون معاه لوعة وح ما يتحمل الليت وغيره. بتكلمكم الحين عن دراسة حديثة أثبتت فعالية البوتوكس. طبعا كل النساء وأتوقع بعد الرجال عارفين البوتوكس، يعني البوتوكس هو اللي يستخدم لعلاج التجاعيد، مو علاج، هو إخفاء. لو نكون بصراحة هو إخفاء التجاعيد وشد الويه، يخلينا نبدو أكثر شبابا وأكثر نظارة. فالبوتوكس أيضا يساعد في علاج الصداع. شو تقول هالدراسة؟ أثبت البوتوكس فعاليته في تخفيف نوبات الصداع النصفي المزمن، طبعا إلى جانب الناحية التجميلية لإزالة تجاعيد وخطوط الوجه، وفقا لدراسة فرنسية جديدة. الدراسة هي من فرنسا، يعني أهل الجمال اكتشفوا أنه بالإضافة إلى الجمال هناك جانب علاجي. يعتبر صداع مزمنا إذا هاجمت نوباته 15 مرة في الشهر على مدى 3 أشهر. يعني 3 شهور كل شهر تيك النوبة 15، في 3 شهور لما تيك النوبة 15 مرة، أو تكررت أعراض الصداع النصفي 8 مرات كل شهر. بحسب الدراسة التي أجريت
في مستشفى جامعة رانجاي تبين أن حقن البوتوكس آمنة وفعالة في تخفيف نوبات وأعراض الصداع النصفي المزمن. بعض الناس ما يكون مزمن، يكون مثلا مرة كذا 4 شهور، لكن هذا لازم يكون مزمن. وشارك في تجارب الدراسة 3650 شخصا، منهم 1550 مصاب بالصداع النصفي المزمن، بينما يشكو بقية المشاركين من أعراض الصداع النصفي بوتيرة أقل. نشرت نتائج الدراسة في جورنال بلاستيك أند ريكونستركتيف سيرجري، وأظهرت أن من تم علاجهم بحقن البوتوكس قلت نوبات الصداع النصفي لديهم ليبلغ متوسطها 1.6 نوبة في الشهر. يعني لو نحسب الأرقام ننتقل من 8 نوبات في الشهر أو 15 نوبة على 3 أشهر إلى نوبة ونص، نقول نوبتين في الشهر. طبعا الناس اللي يعانون من الصداع النصفي هذه قفزة. ليش الدراسة تعتبر مهمة؟ لأن الحالات اللي تينا بصداع النصفي، صداع النصفي في كثير من الحالات يكون معرقل لحياة الإنسان. يعني محدير صداع النصفي يضطر يتغيب عن دوامه، يضطر يتغيب عن مدرسته، يوقف لا أبالغ إن قلت إن أحيانًا توقف حياة الشخص في ذاك اليوم التي يلي فيه نوبة الصداع النصفي، ما يقدر يطلع، ما يقدر يرد على التليفون، ما يقدر يرقد في مكان فيه إضاءة، لازم تسكر كل الليتات، ما يبي يسمع أي صوت، حتى صوت التليفون جدًا يزعجه، وحتى إضاءة الهاتف جدًا تزعجه. يصاحبه لوعة، في ناس تكرمون يكون عندهم ترجيع شديد بسبب قوة الصداع، ألم في العين، في ناس حتى تحس من قوة الصداع أن حتى في عين واحدة الصوب اللي فيها صداع ما يقدر يشوف، يحس كان يصيبه مثل عمى مؤقت. طبعا يكون صداع شديد جدا جدا جدا. أنا أذكر مريضة عيتني من 4 أو 5 سنوات، يمكن في مركز البرشة، عندها صداع نصفي من زمان، لكن نوبة الصداع شديدة لدرجة أن لو جتها نوبة الصداع وهي في العمل يصيبها مثل فقدان ذاكرة. يعني لو عندها نوبة الصداع الصبح أي شيء خلال هذا اليوم خلال العمل ما تم تتذكره. تقول دكتورة درش أنا ما أقدر أمشي من غير دفتر صغير. يعني لو مديرها، هي كانت تشتغل سكرتيرة، لو مديرها عطاها مهمة تقوم فيها بالعمل وكان عندها نوبة صداع نصفي ما تتذكر، عقب دقائق تنسى شو طلب منها، فتقول لازم دائما عندي دفتر أكتب تحسب لو جتني نوبة صداع النصفي أقدر أتذكر المهام اللي أنا عندي. وهذه يعني هي ذكرتي كذا حالة عندها أو كذا موقف استوالها، فممكن توصل هالدرجة إذا نوبة صداع النصفي طبعا تكون شديدة. فعشان تشي صداع النصفي تلاقونه ياخذ اهتمام كبير من الأطباء، كيف ممكن الوقاية منه، كيف ممكن علاجه، كيف ممكن تخفيف نوباته. أنا قبل ما أكون طبيبة، أنا كمتعاملة أو مريضة، أنا عندي صداع نصفي وعاني صداع نصفي من زمان. من تجربتي البسيطة اكتشفت أن السر في علاج الصداع النصفي هو نمط الحياة. نرد نقول نمط الحياة شو هو؟ اكتشفت أن نوبات الصداع تقل وايد كل ما كان معدلي شرب الماء ممتاز. أنا إنسان أشرب ماي كثير، وفترات يخف عندها شرب الماي لأي سبب من الأسباب، كان رمضان أو انشغلت أو ما حصلت ماي أو أيا كان، ألاحظ في هذاك الشهر نوبات الصداع النصفي عندي تزيد. رقم 2، ألاحظ أنه من بديت أعدل مواعيد وجباتي، أن عندي 3 وجبات في اليوم، ريوق غدا عشاء خفيف، ريوق أثجل، غدا متوسط، واثنين وجبات خفيفة خلال اليوم، لاحظ أنه الحمد لله نوبات صداع النصفي صارت وايد قليلة، إذا ما قلت أنا نادرة. وأنا كنت من الشخص الممكن صداع مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع، لكن الحين صار الوضع عندي متحكم، أنا أقدر أتحكم فيه أكثر. فنمط الحياة جدا ساعد. زائد لما بديت أمارس الرياضة، أنا ما كنت للأسف إنسان رياضية قبل، يوم ما بديت أمارس الرياضة أيضا نوبات صداع النصفي عندي قلت كثير. أنا بعدني ما وصلت، يعني الحمد لله من غيرت نمط حياتي صار عندي صداع النصفي التحكم فيه أفضل، بالتالي ما أضطر أخذ أدوية. لكن إذا أنت شخص يمكن جربت هالشيء، جربت تغير نمط الحياة بس لكن ما فادك، ما نأخذ الصداع النصفي إنه شيء عادي وبسيط وصداع وكل الناس تجيلها الصداع، لازم يتم التشخيص عن طريق الطبيب. أنا طبيبة أسرة، رحت عند طبيب أعصاب في عيادة الصداع، عندنا عيادة صداع في مركز نادي الحمر، وخليت الدكتور يشخصني إن هو هذا مجرد فقط صداع نصفي، ما في شيء آخر. الصداع ممكن يكون مرض، ممكن يكون عرض، ممكن يكون عرض لشيء ثاني، ارتفاع ضغط الدم، التوتر، الاكتئاب، بعض الأمراض في الأوعية تكون هناك موجودة، أورام في الدماغ تكون موجودة. احنا ما نخوف الناس لكن نعطيكم كافة الاحتمالات. فتشخيص الصداع ما يتم عن طريقي أنا، لازم طبيب يشخصني إن هذا مجرد صداع نصفي عادي، وبعدين أبدأ أخذ التقنيات أو الطرق اللي بسويها من نمط حياة صحي. وأنا أشجع الكل ابتدوا بنمط الحياة، ما حد يبتدي بالأدوية، الأدوية الحمد لله متوفرة والحكومة تصرفها لنا، لكن لا أزال أنا مع تغيير نمط الحياة للتحكم بكل الأمراض.
عطوا تغيير نمط الحياة 70% والأدوية 30% مهما كان المرضى اللي عندكم. لأن أنا أؤمن أن تغيير نمط الحياة هو الشيء اللي بتم معنا ثابت إلى الأبد. حتى لو صفت لك أنا دواء، لأي مدى ممكن تأخذ الدواء؟ شهر، شهرين، ثلاثة، بعد هذا راح تمل أو تيك أعراض جانبية من الدواء، أو خلاص أنك ما تبغى تأخذ الدواء، ما تبغى ترتبط بوجود دواء في حياتك. فاتبعوا نمط الحياة الصحي دائما وأبدا. أنا راح أطلع إن شاء الله الحين فاصل، بعد الفاصل ابقوا معنا بنتناقش إن شاء الله في مزيد من المواضيع في برنامجكم صحة وسعادة، فتواصلوا معنا وابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، ورجعنا لكم مرة أخرى عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006. أرجو من سيادتكم اتصال بي لأشرح شكواي لأنها طويلة. ميرا لو ممكن نشوف هذا لنا للبث المباشر. يا جماعة محمود محد عشان يقولكم برنامج البث خلص الآن، برنامج صحة وسعادة التابع لهيئة الصحة بدبي. طرشونا شكاوي عادي على مراكز خدمات، ملاحظات عندكم عشان نتناقش فيها على البرنامج وبالتالي نفيد الناس. احنا الحين رح ننتقل إلى مركز دبي التجاري العالمي في تغطية مباشرة مع زميلي محمود يوسف المتواجد هناك، هو طاقم الجميل. فننتقل هناك. محمود صباح الورد. صباح الخير دكتورة، وسعد الله صباحكم جميعا مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة نور دبي المتميزة. نحييكم مستمعينا من مركز دبي التجاري العالمي والذي يستضيف أحداث منتدى دبي الصحي في دورته الثالثة، والذي يقام تحت رعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي رعاه الله. إذن هنالك الكثير من المواضيع التي تطرح في أروقة هذا المنتدى. بالأمس كانت لدينا جلسات قوية ودسمة حقيقة في الكثير من أطروحاتها. كانت لدينا يعني جلسة عن الجينوم، وجلسة أخرى كانت لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، كان يتحدث عن التغيرات البيئية في مجال التوقعات الصحية. كذلك كان هنالك طرح لتقرير التحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي. هذا التقرير كان يعني تم تطعيم 700 مليون طفل من خلاله، تم طرح هذه الأرقام منذ عام 2000. وجلسات أخرى، يمكن من الجلسات اللي كانت فيها التوعية بشكل كبير للفنانة إليسار خوري، كانت تتحدث عن تجربتها في محاربة سرطان الثدي وكيف تغلبت على هذا الصعاب. يعني الأبرز اللي قالتها في هذه الجلسة كانت تقول يعني أنا ما كنت أقول يا رب ليش أنا، ليش اخترتني أنا من بين الناس عشان أنا أصاب بهذا المرض. يعني إجابة جميلة كانت تحدثت أن قالت بعد ما أصبت وبعد ما شفت اللي صار معايا عرفت ليش رب العالمين اختارني أنا أني أنا أصاب بهذا المرض على أساس أني أبتدي بعملية تثقيف هؤلاء الناس. عموما موضوعنا عن منتدى دبي الصحي والكثير من المواضيع اللي مطروحة اليوم. يمكن وقت برنامجنا ما يسعفنا أن نحن نستضيف ضيوفنا الكرام العالميين اللي حضروا هذا المنتدى، ولكن مع ذلك عندنا هنالك الكثير من القيادات في هيئة الصحة بدبي اللي لهم مشاركات كبيرة في هذا المنتدى، لهم أطروحات كبيرة في هذا في أروقة هذا المنتدى. على هامش المنصة الرئيسية أو برنامج المنتدى هنالك في المعرض المصاحب في زاوية قيمة جدا. هذه الزاوية يسمونها الهيلث توك أو حديث الصحة، يعني يتحدثون فيها في عرضوا الكثير من الجلسات والتجارب في هذه المنصة. اليوم كانت في منصة تتحدث عن النظرة العامة على الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص. الجلسة كانت للدكتور ابتسام
البستكي هي موجودة قدامي تو خلصت الجلسة، أثرت أني أنا بس أخذ معاها لقاء سريع عن المنتدى. دكتورة ابتسام، منتدى دبي الصحي الدورة الثالثة، نشاهد هذا الإقبال الكبير، كنا متوقعين 1500 مشارك، اليوم نحن عندنا 2500 مشارك من خلال حضورهم لهذا المنتدى والجلسات الموجودة. أول شيء أبغى أتكلم معك عن رؤيتك لهذا المنتدى، كيف تشوفين المنتدى في هذه الدورة؟ السلام عليكم، صباح الخير، شكرا محمود على استضافتي اليوم. صراحة المنتدى جيد والحضور جيد يعني، وكان في كثير من الناس اللي موجودين في المؤتمر من دول أخرى مشاركة، مو بس من دولة الإمارات أو من إمارة دبي، وطبعا من ناحية القطاع الخاص كانوا ناس من شركات في العلوم التقنية، وناس كانوا موجودين من المستشفيات والعيادات الخاصة الموجودين في إمارة دبي، وفي ناس كانوا جايين من بريطانيا ومن دول أخرى يشاركون في هالموضوع. طبعا اليوم حديثي كان عن استراتيجية الاستثمار والشراكة بين القطاع العام والخاص، موضوع وايد شيق مهم جدا، وهذا إن إحنا نبغي نشارك مع القطاع الخاص عشان نكمل بعض ونخفض من العبء المادي على الحكومة، وفي نفس الوقت نجيب أحسن ابتكارات والخدمات الصحية والطبية للمريض أو للمتعامل. جميل دكتور، إذا ما بتكلم أنا لأن موضوعكم شيق جدا ومهم جدا في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي. اليوم استضافة دبي لهذا المنتدى وتنظيم هيئة الصحة لمنتدى دبي الصحي أكيد هي فرصة للالتقاء بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، نتحدث عن أهمية هذا المنتدى في تحقيق أهدافكم الاستراتيجية، وشو الاستثمارات اللي طلعتوها ما بين أروقة هذا المنتدى؟ طبعا هو أهم الاستثمار في مجالات الصحية، وخاصة الاستثمار في التلي هيلث اللي هو العلاج عن البعد عن طريق المعلومات التقنية، والبي بي بي اللي هو شراكة بين القطاع العام والخاص في مشروع القلب لبناء إنشاء مركز متميز. وطبعا عندنا مشاريع ثانية وبيكون في تعاون بيننا وبين القطاع الخاص. جميل، متى منوصل إلى النسبة المرجوة ما بين التوازن ما بين الخدمات المقدمة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص إذا ما وصلنا لها؟ طبعا احنا وصلنا محمود، لو انت ترجع 10 سنين لورا بالضبط، يعني حكومة دبي هي كانت تعطي الخدمات تقريبا أكثر عن 60% في حق المرضى الداخلين والعيادات الخارجية. الحين العيادات الخاصة تمشي تقريبا 79%، وحق المستشفيات تقريبا 74%، وهذا خفض كثير من العبء على القطاع الحكومي. وطبعا احنا نبغي نشتغل معاهم عشان نقدم خدمات أفضل ذات معايير عالمية، وهذا طبعا بيكون في معايير عليهم من الإدارة أو القطاع اللايسنسينج وريجوليشن والتنظيم الصحي، وأيضا من ناحية التأمين الصحي. تمويل الصحي. شكرا لك دكتورة ابتسام، يعني كانت جلسة جميلة جدا اطلعني فيها على مستقبل الاستثمار والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. شكرا جزيلا. نحن دكتورة أنا بتواصل معاك وعندي المزيد إن شاء الله من الضيوف، بما أن أعتقد بعد شوية بتكون هنالك استراحة للمتحدثين، نحاول من خلالها من خلال هذه الاستراحة أن نستضيف يعني جانب من الحضور، جانب من ضيوفنا إذا قدرنا إن شاء الله. يعني كذلك أعطيك فرصة تطلعين فاصل، لأن منو معاك مخرج عيسى سلمي عليه، لأن برج بعينه دريبة الحين قال لك فاصل صح ذكرني بالفاصل. لا بنطلع إن شاء الله الحين فاصل على الوقت، ونرجع لك إن شاء الله محمود بعد الفاصل. أوكي دكتورة، فاصل إن شاء الله أعزائي المستمعين، نرجع عشان نكمل التغطية من منتدى دبي الصحي 2019 في مركز دبي التجاري العالمي، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة،
رجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامج صحة وسعادة. للتواصل معنا على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. قبل الفاصل كنا في نقل حي من منتدى دبي الصحي 2019. زميلي محمود هناك في مركز دبي التجاري العالمي كان عنده حوار شيق مع أحد الضيوف. الحين بنرجع لمحمود إن شاء الله ونشوف إذا عنده ضيوف آخرين عشان ناخذ معاهم شوية معلومات ولقاءات سريعة. صباح الورد مرة أخرى محمود. صباح النور دكتورة وأهلا بالمستمعين الكرام مرة أخرى. الآن أنا في القاعة الرئيسية لمنتدى دبي الصحي، نتحدث حقيقة عن واحدة من الجلسات المهمة جدا في منتدى دبي الصحي، هي جلسة التوازن ما بين الجنسين في مجال الرعاية الصحية. هذه الجلسة القيمة جدا. معايا إن شاء الله سعادة هدى الهاشمي. إذا بناخذ كلمة بسيطة عن هذه المشاركة في منتدى دبي الصحي، كيف تنظرون إلى هذا المنتدى، وأيضا ملخص عام عما دار في هذه الجلسة القيمة، خاصة بأنها تحمل عنوان مهم سعادتك هو التوازن ما بين الجنسين. دائما نسمع عن حقوق المرأة، لكن هذا العنوان أشمل أكبر أضخم ويحقق أهداف أعلى اللي تسعون لها من خلال هذه المبادرات الكثيرة التي تقوم بها حكومة دبي وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. السلام عليكم. أولا حبيت أشكر المنظمين من هذه المنتدى الرائعة، يعني كان يشرفني أن أكون من المتحدثين، وخاص عن موضوع التوازن بين الجنسين، لأن هالموضوع أعتقد يهم الدولة ويهم قيادتنا، والحمد لله كان في اهتمام كبير على هالموضوع. ولكن تركيزنا اليوم ليس كانت فقط على التوازن، كانت التوازن بين الجنسين في قطاع الصحة، وحبينا أن نذكر بعض الأمثلة وبعض السياسات والبرامج اللي اشتغلنا فيها في المجلس، وكيف أن المجلس يساهم لتحقيق التوازن في هذه القطاع الرائع. الحمد لله عندنا إحصائيات أن أكثر من 45 من الحريم في هذه القطاع، ولكن نحتاج أن نكون أكثر، وكيف نقدر نساهم هذه القطاع من خلال برامج. إحنا نقيس المؤشرات العالمية في التوازن بين الجنسين، وفي هذه المؤشرات في إنديسيز سب إنديسيز خاص عن الصحة، وإحنا مشاركين مع وزارة الصحة وأيضا مع هيئة الصحة دبي ومع جميع القطاع أن كيف نقدر نحقق إنجازات كثيرة لهذه القطاع. شاكرين لسعادتك على هذه الكلمة القيمة. أنتم طبعا أنا سعادتها فاجأتها، يعني هي كانت في حديث جانبي، ولكن أنا أحاول قدر الإمكان أني أنا ألف ما بين الحضور، نستعرض بعض آرائهم عن هذا المنتدى. الجلسة هذه كانت من الجلسات القيمة، يمكن ذكرت سعادتها 45% من العاملين في هذا القطاع من النساء. ما أدري أنا بالعين المجرد دكتورة أشوف أكثر 100% يمكن أشوف يعني أكثر من هذه النسبة، ما أدري إذا كانت النسبة هذه صحيحة ولا خاطئة. بحاول أمر بعد كذلك ما بين الحضور إذا ما لقيت أحد الأشخاص، لأن وقت المقابلة هذه معظمهم طلعوا من القاعة. صحيح. طيب نستعرض الجلسات اللي صارت مع بداية صباح اليوم. كانت عندنا جلسة عن ربط الصحة بأهداف التنمية المستدامة، جلسة قيمة كانوا يتحدثون فيها عن الكثير من النقاط التي تساهم في تعزيز ما عليه. هذه عندنا بعض الجمهور يعني يسلمون، مو متعودين يشوفون واحد يتكلم بالتليفون على الهواء. عموما دكتورة كانت من الجلسات الأخرى الابتكار في صحة المرأة. هذا الابتكار في صحة المرأة كان عندنا أحد الشخصيات الجميلة جدا المؤثرة جدا من الهند. والله اسمه صعب، اسمه صعب محمود، أنا قدر أنا كنت حاضرة الآن صعب جدا، لكن أنا أو هو عرف باسم بادمان. نعم. بادمان حقق يعني الابتكار
في صحة المرأة وأنقذ حياة العديد من النساء في الهند من خلال ابتكار بسيط حاول يوصل به من خلال هذا الابتكار وتصنيع يعني شغلة للحفاظ على صحة المرأة. وطبعا هنالك الكثير من الجمهور التفوا حوله. الفكرة وين أن كان يعني أنا أشوفه من وجهة نظري الرجال هذا كان ممكن أن يصير ملياردير ولكن آثر أن يوصل هذا الاختراع لكل القرى في الهند ويشغل الناس اللي موجودين في هذه القرى على أساس أن يحصلون على هذا المنتج الصحي بسعر بخس جدا لأن معظمهم ما يملكون هذا المبلغ لأن لو باع لشركة أو لغيره كان ممكن أن المبلغ اللي يحاولون يوصلوا له من خلال هذا الاختراع يكون مبلغ كبير عليهم. لا الرجل بإنسانيته العالية حاول أن يوصل للنساء كان عنده كلمة جميلة يقول أن علشان تكون الهند عظيمة يجب أن تكون المرأة فيها بصحة كاملة. صحيح. شفنا يعني هنالك تركيز كبير على المواضيع التي تخص المرأة في هذا المنتدى. كذلك دكتورة في تحدثنا عن جلسة سعادة هدى الهاشمي التوازن ما بين الجنسين في مجال الرعاية. الآن هنالك يعني بتكون في جلسة لمعالي الوزيرة كيكي شايلاجة شايلاجة زارتكم البارحة ما شاء الله زارتنا الندى الحمر صحيح الجلسة هذه بتكون إدارة الكوارث خطط إعمار القطاع الصحي والمثال اللي راح يضربونه اللي هو فيضانات كيرلا 2018 نشوف كيف تعاملوا الجماعة مع هذه الفيضانات كيف أداروا هذه الكارثة وهذه الأزمة اللي صارت. هذه من الجلسات المهمة. الجلسة صحيح. اللي أنا يعني حقيقة أبغي أتطرق لها بشكل كبير أنت تكلمت عنها بشكل عام ولكن اليوم بتكون إن شاء الله عندنا من الساعة 12 جلسة ضمن برنامج 100 موجه هذه المبادرة التي أطلقها مجلس الإمارات للشباب. الجلسة هذه اختاروا فيها أن يكون معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي هو الموجه لهؤلاء الشباب. نتمنى اللي موجود حواليه مركز زي تجاري من الشباب وعنده بدال ما يروح يشرب له كوفي ولا يتريق عنده بريك عنده شيء خليه يمرن هني صح. يستمتع بهذه التجربة الغنية والثرية من يعني شخصية مثل شخصية معالي حميد محمد القطامي. ممكن يعني تطلعون على حقيقة العديد من القصص العديد من الأشياء اللي ممكن نسمعها لأول مرة. نحن صحيح. نرافق معالي في العديد من المناسبات العديد من الأماكن الاجتماعية والعملية ولكن دائما ما نقعد معنا نستفيد من هذه الخبرة الكبيرة اللي موجودة عند معالي. اليوم أعتقد أن الجلسة بتكون مختلفة جدا لأن هنالك الكثير من المواضيع اللي بتطرح لي أول مرة من خلال هذا المنتدى. أنا أشوف هنا في عندنا مجموعة من الشركات المتواجدة في معرض الابتكار. في عندي هنا شاب إماراتي موجود معانا اللي هو سعيد الحبسي. سعيد عنده مشاركة في هذا المعرض. أنا بصراحة ما أعرف شو طبيعة هذه المشاركة ولكن بما أني ألف على هذه المشاركة فقلت خلني أوقف عنده ناخذ السعيد نشوف شو اللي سواه. سعيد حييت في إذاعة نور دبي نحن موجودين معاك على الهواء. يا ريت تعطينا فكرة عامة عن مشاركتك في منتدى دبي الصحي كيف شايفين هذه المشاركة بأمانة نبغى نعرف شو الانطباع اللي صاير عندكم هني عن هذا المنتدى في دورة الثالثة وشو هي الشغلة اللي انت تطرحها لأن نشوف مجموعة كبيرة من الشركات بس شفتك انت المواطن هني موجود فخبرني شو هي الشركة مالتك. ألو السلام عليكم مرحبا أخوي محمد أحييكم وأحيي متابعين إذاعة نور دبي. في البداية حاب أشكرك أعطانا هالفرصة. نحن شركة وطنية تأسست في دولة الإمارات مختصة في مجال الذكاء الصناعي في مجال الرعاية الطبية. فكان أول مشروع لنا بدينا فيه في 2017
هو الاكتشاف المبكر لمرض اعتلال شبكية العين. مثل ما انت عارف السكري يصيب أعضاء الجسم في بعض الأمراض، فأحد الأمراض هي اعتلال شبكية العين. فنحن كشركة وطنية فخرنا الذكاء الصناعي للاكتشاف المبكر لهذا المرض. فسابقا كانت العملية تتم من يوم إلى 3 أيام عمل لاكتشاف المرض هذا إذا المريض مصاب في اعتلال شبكية العين أو لا. اليوم مع منتجنا خلال 10 دقائق أنت تكتشف المرض كامل وبأقل تكلفة، تقريبا قللنا 80% من تكلفة زيارة المريض نفسه على المستشفى وعلى المريض نفسه وقللنا الوقت. فهذا كان أول منتج لنا كشركة وطنية، ونحن إن شاء الله بالتعاون مع هيئة صحة دبي شاكرين لها تعاونهم لأنهم هم اللي أعطونا فرصة في إثبات نجاح هذا المشروع. نتعاون معهم في مجال ثاني مثلا أمراض سرطان الثدي وغيرها من الأمراض. وفعلا رد أشكرك على هذه تحت الفرصة، وإن شاء الله نتمنى يعني أن نحن نكون يعني نمثل الإمارات ونمثل الشاب المواطن في دولة الإمارات. سعيدين بهذه التجربة سعيد. والدكتورة ترى لما يتكلم سعيد أنا تذكرت أن نحن هذا النظام سويناه في مركز دبي للسكري، عرضناه في أسبوع الابتكار في فترة من الفترات، والآن هذا الموضوع مطبق عندنا. فخورين جدا بشخصيات مثل شخصية سعيد الحبسي. سعيد شكرا لك، نتمنى لك التوفيق. موجود مواطن يدخل من خلال شركة في مجال الذكاء الاصطناعي ومجال الابتكارات، هذه شغلة مدعاة للفخر. شكرا جزيلا. بس أبغى أسألك سعيد، بالنسبة لي المنتدى، مشاركتكم في المنتدى، أنا اللي أعرفه أن معظم اللي موجودين هنا هم شركات صغيرة جدا، تم إتاحة الفرصة لهم لمشاركة كبرى الشركات اللي موجودين هنا في هذه المنصة. دكتورة ليش لتبادل هذه الخبرات وأيضا من خلال طرح الابتكارات هذه وعملية تنفيذها؟ شو الاختراع الثاني اللي بتشتغلون فيه مع هيئة الصحة في مجال سرطان الثدي؟ إذن يعني أتمنى لكم التوفيق. شكرا لك سعيد، واستمر استمر. هذا نموذج واحد. أنا بأمانة أنا الريال ما أعرفه يعني، بس أنا خاف كده دكتورة شفت ابتسم لي كان أسير أكلمه وقلت له اشرح لي عن والله يعطي العافية محمود، يعني خدت على حين غر على الهوى وما شاء الله عليه متحدث وعرف يشرح، فيعطي الف عافية صراحة سعيد. لا يعني الابتكار دكتورة، وجود مواطنين في هذا المجال هذه مسألة مهمة جدا بالضبط. يا جماعة الخير، لأن نحن في هيئة الصحة بدبي نسعى قدر الإمكان إلى دعم مثل هذه الطاقات الكبيرة في هذا المجال، نسعى يعني لوجود يعني شركات إماراتية بسواعد إماراتية يدخلون في هذا المجال. المجال مفتوح لكم يا جماعة الخير، لكل الشباب أنهم يدخلون ويستثمرون في هذا الموضوع، وهنالك دعم كبير من حكومتنا الرشيدة في هذا المجال. نحن يعني دائما ما يعني نستمع إلى توجيهات شيوخنا الله يحفظهم بضرورة الاستثمار في جيل الشباب، ضرورة وجود نموذج إماراتي مبتكر قادر على العطاء. دخول مثل هذه المنصات بشركة بهذه القوة من العطاء، لا هذا نموذج صراحة نفتخر فيه. هنالك الكثير من الشركات اللي موجودة حاليا في هذه المنصة. أيضا يعني أمر أنا بين فترة وفترة على الهاكاثون، هذه الشباب اللي في الهاكاثون، هاكاثون دبي الصحي، اللي يسعى لوجود مجموعة من الابتكارات في القطاع الصحي في إمارة دبي لخدمة ذوي الهمم. صحيح. اللي تشوفينهم هني دكتورة ما شاء الله عليهم، أحيانا مستمرين من أمس من بلشوا لين اليوم ما رقدوا، ترى هم موجودين في هذا المكان ما شاء الله عليهم. ولين الحين أتحسين بعدهم في طاقتهم في وجودهم، لأن كل دقيقة محسوبة عليهم، كل دقيقة يحاولون من خلال أنهم يطرحون أو يستثمرون في هذه الأفكار التي تتواجد هنا. أنا بشوف إذا في أحد الشخصيات العربية اللي ممكن نحن نتكلم معهم، لأن هناك العديد من الجنسيات اللي موجودة في هذا الهاكاثون. صحيح. وشوف هذا إذا في حد يتكلم عربي، لأن معظمهم من الجنسيات الأخرى، ممكن يكون العربي بالنسبة لهم صعب. الجنسيات. نعم. تتكلمون عربي يا شباب؟ أنا أبغى أنتم مشاركين في المسابقة.
طيب نحن على إذاعة نور دبي على الهواء حاليا، أبغي بس أخذ انطباعكم، أنتم ما شاء الله من البارحة صاحين أدريبكم تعبانين وكذا، بس عطني انطباعك عن وجود هاكاثون صحي في على هامش منتدى دبي الصحي. نتعرف عليك أول شيء. على على وسط طبعا كان يومين متعبين تمام، بس التنظيم والترتيب الحمد لله كان كتير جيد وممتاز. هو الهاكاثون دائما فكرة حلوة وجيدة، لأنه بيخلي نتعرف على أشخاص جداد، نتعرف على مهارات جديدة، وهالرعاية اللي بتقدمها المؤسسات الدولة دائما تعطي نتائج طيبة إن شاء الله. أقول لك يا علاء وبين عليهم التعب بحليلهم. نتعرف عليك أنت. ما تاخذين معنا لقاء، شكرا لك. ماشيين نحن نشوف ما بين المتسابقين، يعني هنالك نقاشات، هنالك بعض الشخصيات اللي منهمكين في شاشات الكمبيوتر، مجموعة أفكار موجودة مثل ما ذكر علاء. يعني علاء يقول أن هي فرصة أن الواحد يتحدى نفسه، فرصة أن يتعرف على ناس جدد. يعني الكثير من المواضيع اللي مطروحة يعني كلها مثل ما ذكرنا، الهاكاثون فكرة الأساسية في إيجاد مجموعة من الأفكار اللي ممكن أنها تخدم أو تطرح حلول لذوي الهمم. صحيح. تكون جوائز هذا الهاكاثون 60,000 للفائز الأول، 30,000 للفائز الثاني أعتقد، والفائز الثالث 10,000 إذا ما خاب ما خانتني الذاكرة دكتورة. نعم. بالنسبة للهاكاثون الفائزين يعني متى بيعلن عن أسمائهم؟ في أسبوع الابتكار. تعرفين متى أسبوع الابتكار؟ في أكتوبر. ما لا ما شيء. ما أكتوبر. متى طلع؟ فبراير. ويا أنا أقول أكتوبر بعيد. فبراير زين. زين. ممتاز. بيعلوني الجائزة الكبرى. أنا دائما أقول لهم يعني هي مش في القيمة المادية، هي الجائزة الكبرى إنك أنت هذه الفكرة أو هذا الحل اللي طرحته يتم تبنيه من هيئة الصحة بدبي. هيئة الصحة بدبي تعمل على إنجاز هذه الفكرة وأيضا تطبيقها. نعم. ودعمها. صح. ويعني أن توصل للمستفيدين. وجود فكرة عبقرية ممكن أن من خلال هذه من خلال هذا الهاكاثون ممكن أن تطلع للعالمية. فتخيل يعني الفائز اللي بيطلع بفكرة رائعة جدا لخدمة ذوي الهمم ويتم تطبيقها وتنجح، إنزين، ويتم دعمها، راح تكون فكرة عالمية ممكن تطبق على مستوى العالم ككل، وممكن. صحيح. حجم الفائدة يزيد بشكل كبير. فهذه أكبر جائزة الواحد ممكن يحصلها. أكيد. أكيد. فكرتها قاعدة تخدم العديد من الناس في هذا المجال. صحيح. فكانت هذه يعني الجولة السريعة. إحنا راح نريحك الحين محمود، نخليك ترتاح تشرب شاي قبل ما تدخل على مرتاح. انا مرتاح، خليني عادي. عشان تدخل على تستعد للجلسه اللي بعدها. ابغي ارجع للجلسات لان هناك الكثير من المواد العلميه القيمه اللي مطروحه في هذا المنتدى. ان شاء الله خلص البرنامج والحقينا اذا ما عندك. ان شاء الله فالك طيب، ان شاء الله بكون هناك بعد البرنامج ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتوره، شكرا لكم مستمعينا الكرام، ونلقاكم ان شاء الله في احداث صحيه قادمة عالمية في الإمارة الأولى، المدينة الأولى في العالم مدينة دبي. شكرا جزيلا. شكرا لك محمود، نهارك سعيد، يعطي ألف عافية زميلي محمود. ما شاء الله يعني اللي ذكر محمود لنا على الهواء غيظ من فيض مثل ما يقولون، من حجم وثقل هذا المنتدى، منتدى دبي الصحي 2019. أذكركم أن اليوم آخر يوم لهذا المنتدى، فاللي للحين ما صار والله تفضلوا وسيروا هناك، سجلوا احضروا الجلسات لأنها جلسات قيمة، خصوصا اليوم مثل ما ذكر زميلي محمود وزيرة الصحة من ولاية كيرلا اسمها شاي لاجا، أمس شرفتنا بزيارة في مركز ندى الحمر الصحي، كانت حابة تطلع على قطاع الرعاية الصحية الأولية والعيادات، لأن عندهم تطوير في العيادات والمراكز الصحية في ولاية كيرلا. فشرفتنا أمس في ندى الحمر، خذناها بجولة، رويناها أحدث الخدمات اللي عندنا، عيادة الصداع، الصيدلية الذكية
اللي هو الروبوت الموجود في الصيدلية، اللي هو قلل الأخطاء الطبية ل0% وقلل وقت الانتظار إلى أقل من دقيقتين. راوينا خدمات المختبر كانت منبهرة بالخدمات اللي عندنا، بمستوى حتى المباني اللي عندنا، مستوى موظفين، خبرتهم، معرفتهم، الخدمات المقدمة في المراكز، عدد الخدمات المقدمة عندنا. ترى يا جماعة احنا مراكزنا الصحية تقدم عدد هائل من الخدمات. في وايد من الناس سافروا حول العالم قالوا بالعادة العيادات والمراكز الصحية تقدم خدمتين أو ثلاثة، ولكن ما تقدم كل الخدمات. احنا عياداتنا تعتبر كأنها مستشفيات مصغرة من حجم الخدمات المقدمة، إن كان خدمات صحة الأسرة، عدد عيادات صحة الأسرة، خدمات المختبر، الأشعة، الصيدلية، العيادات التخصصية الموجودة عندنا في المراكز الرعاية الصحية الأولية. فالحمد لله على نعمة الأمن والأمان، والحمد لله على نعمة الصحة والخدمات الصحية الموجودة عندنا، اللي تعتبر واحدة من أعلى المستويات حول العالم. فهذه الجلسة بتكون اليوم إن شاء الله مع وزيرة الصحة من ولاية كيرلا، ومثل ما ذكر محمود راح تتكلم عن ما بعد فيضانات كيرلا في 2018. معالي حميد القطامي راح يكون له جلسة جميلة جدا جدا جدا، يشاركنا فيها بعض الدروس وبعض القصص وبعض العبر اللي أتوقع كنا نحتاجها. مهما كان أنا كنت قائد أو كنت موظف عادي أو كنت موظف في الصف الأمامي أو موظف صف خلفي، كلنا نحتاج مثل هذه الدروس والعبر. في حكيم قال من زمان، قريت لها عبارة، كان يقول استفد من خبرات الآخرين، لأن لا يوجد وقت في عمرك لتستفيد من خبراتك. إحنا ما عندنا وقت نستفيد من خبراتنا، ما نعرف كمية الخبرات اللي إحنا بنعيشها عشان نستفيد منها، أو عدد التجارب، كم يا ترى بمر بتجارب عشان أستفيد منها وأكون منها خبرات. فمثل هالجلسات، هذول الناس عندهم خبرات هائلة، إن أنا أحضرت هذه الجلسة مدتها 45 دقيقة أو ساعة وأستفيد من هذه الخبرات، أخذها معي وأطبقها، ترى هذا هو الكنز الحقيقي. إحنا دائما نستفيد من خبرات الآخرين، لأن هم عاشوا التجربة، طلعوا منها بدروس يعلمونك كيف ممكن تتفادى الفشل في نفس التجربة، شو أسرار النجاح في هذه التجربة وغيرها. فأنا أشجع الكل أنه يتوجه إلى مركز دبي التجاري العالمي لحضور فعاليات ومحاضرات وورش منتدى دبي الصحي 2019. احنا وصلنا نهاية برنامجنا اليوم، شكرا لك عيسى سبيه في الإخراج، شكرا لك ميرا الخفلي في التنسيق، وشكرا لفريق قسم الإعلام في الهيئة المتواجد حاليا في منتدى دبي الصحي 2018. ما شاء الله يعطيهم العافية، من 7 الصبح موجودين لين آخر الليل. وشكرا زميلي محمود لتغطيته الجميلة، وهذه محادثتكم كانت دكتورة ندى الملا. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في الغد، نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.